بالنسبه للفرع المؤسسة العراقي بالازدهار، توضح لي غير وضح لي ان بالنسبه لنا حنايا كاينه مؤسسه واحده، مؤسسه واحده ثلاث فروع، كاين فرع اسيل، فرع النخيل، وفرع الازدهار. هي مؤسسه اللي مديوره بمواصفات عالميه وغادي تبنى على اشطار، ومؤسسه اللي عندها في المقاربه ديالها سكون ابل لابروش بوليستيك دو ليدوكاسيون، يعني اون فو لابروش جلوبال دو ليدوكاسيون دو لونفون، وهي جايه كتكمله للمشروع ديال المؤسسه ديال العراقي، باش غادي تمكننا ان شاء الله انني يكون عندنا واحد النموذج تنتمنى انه يحتذى به، باش غنقولها بالفرنسيه pour ne rien avoir à envier aux plus grandes écoles à l'échelle internationale. يعني ما خصناش حنايا تكون عندنا، علاش حنايا قادرين الحمد لله، الاطر ديالنا كوف، البلاد ديالنا غادي لقدام، الديمقراطيه غادي تتحسن في البلاد، المدارس والتعليم خصو يكون هو القاطره اللي تتجر هذه المسائل هذه. وكما حضرتي معنا السي بزين، تنتمنى ولادي ان المره هذا الميساج هذا، تنتمنى نشوفوا النهار اللي الناس يبداو يمشيو للمدارس الخصوصيه لخصوصياتها وليس هربا من التعليم العمومي، لان ما يمكن لينا نقدو بلادنا وما يمكن لينا نزيدو ان شاء الله لقدام الا باصلاح التعليم العمومي. وهذه المساله الحمد لله احنا غادي فيها في الطريق الصحيح الان بمجهودات الوزير السيد حصاد اللي تقوم بجهودات جد جباره في هذا المجال هذا، والبوادر ديال الاصلاح بدات تتبان، وما يمكن لينا الا نمشيو لقدام، لانه مشينا الان للعمق ديال الاصلاح ديال المدرسه المغربيه، الا وهو اصلاح الجانب التربوي، بانت على مستوى الزين الموحد، بانت على مستوى الهندام والانضباط ديال الاساتذه، وغتبان مازال لقدام واحد مجموعه الاجراءات انا متاكد ان السيد حصاد والسيد الوزير غادي يتخذها في الايام المقبله ولا في السنوات المقبله وما الى ذلك. وتنتمنى ان تكون هذه هي البدايه ان شاء الله ديال التحول الحقيقي لبلادنا عبر المدرسه، لان المدرسه هي اللي غتجر كل شيء للفوق. الله يبارك فيك.